جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل: ما هو الأفضل، إطالة خطبة الجمعة أم قصرها؟ وما فائدة الخطبة إن لم تهم المصلين؟ خطبة الجمعة لها شأن عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويحث على تقصيرها وتطويل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. لكن هذا القصر يكون مع الاستيعاب، تكون الخطبة مركزة فيها ما ينفع المستمعين ويذكرهم بالله ويعظهم، وفيها أيضا ما يعلمهم أحكام دينهم، ويبين لهم الأخطاء التي تقع منهم، تنبيههم على ما يحصل منهم من أخطاء في العبادات والمعاملات والآداب وغير ذلك، لأجل أن يستفيدوا منها ويخرجوا منها بفائدة، مع الاختصار والإيجاز والجزالة في الألفاظ، وكذلك حسن الإلقاء ورفع الصوت بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته حتى تحمر عيناه عليه الصلاة والسلام، ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يجب أن تكون الخطبة خطبة حية واعظة معلمة مشتملة على ما يحتاجه الحاضرون من التوجيه والتنبيه والتعليم، لا أن تكون الخطبة مجرد كلام أو حشو من الكلام، أو تكون الخطبة أيضا لا يراعى فيها طابع الخطبة الشرعية، فلا تكون الخطبة مجرد أو موضوع إنشاء، وإنما تكون الخطبة موضوعا علميا مفيدا. هذا هو المطلوب من الخطب، بما يحرك القلوب ويعظ الناس ويحببهم إلى ربهم عز وجل ويخوفهم من عقابه، ولا يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم ومعاملاتهم. هذا هو المطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن.